السلام عليكم. لو انت موظف وبتشتغل في كندا، تعال نتخيل مثلا ان مرتبك السنوي 60,000 دولار في السنة. غالبا انت ممكن تكون بتدفع ضرائب 15,000 دولار، كده يبقى انت دخلك الصافي في السنة هيكون 45,000 دولار ودفعت ضرائب 15,000 دولار. لما بتقدم اقرارك الضريبي كل سنة، في جزء من الضرائب اللي انت دفعتها اللي هم هنا ال 15,000 دولار هيرجع لك تاني. المبلغ ده عشان التبسيط بس ممكن يكون في حدود ال 5,000 دولار، كده هيبقى انت صافي دخلك في السنة 50,000 دولار ودفعت ضرائب 10,000 دولار. دور الفيديو النهاردة ان اعرفك بعض الطرق القانونية اللي بيها بدل ما يرجع لك 5,000 دولار بس، لا تقدر تخليهم 6, 7, 8, 10 وممكن كمان في بعض الاحيان يبقوا 12. طيب الرقم ده بقى بيتحدد بناء على ايه؟ الرقم ده بيتحدد بناء على نوعية مصاريفك خلال السنة. ده معناه ايه؟ معناه انك لازم تبقى عارف كويس جدا ايه نوعية الفواتير اللي انت لازم تحتفظ بيها كل سنة علشان تقدمها في اقرارك الضريبي، فبالتالي هتزود المبلغ اللي ممكن يرجع لك من الضرائب كل سنة. وركز بقى معايا كويس جدا في الفيديو ده علشان ما تغلطش غلطتي وتضيع على نفسك الاف الدولارات بسبب انك مش عارف القوانين ومش عارف ازاي تستفيد منها. ولو انت عايش في كندا وبتقول مثلا في دماغك، يا عم انا كده كده اصلا ببعت الورق للمحاسب اللي انا بتعامل معاه وهو بيخلص لي الاقرار الضريبي، احب اقول لك ان الاربع سنين اللي فاتوا انا بتعامل مع محاسب شاطر جدا وبرضه ضيعت على نفسي الاف الدولارات، وهقول لك ده حصل ازاي قدام شويه في الفيديو. خليني اوضح حاجه مهمه، ان موضوع الضرايب ده موضوع كبير جدا ومعقد جدا وفي قوانين كتير، وللاسف كتير من الناس ما يعرفوش اي حاجه عنها. النهارده هنتكلم عن اربع مصادر تقدر تستفيد بيهم من انك تقلل الضرايب اللي انت بتدفعها كل سنه، وطبعا هسيب لكم لينك الحكومه الرسمي في وصف الفيديو عشان تعرف كل المصادر اللي تقدر تستفيد منها انك تقلل الضرايب بتاعتك كل سنه. وكالعادة لازم أكد إن أنا شخص مش متخصص، أنا مجرد ناقل للمعلومة، دورك أنت إنك تاخد كل اللينكات الرسمية وتتأكد من كل معلومة بنفسك، وطبعاً تسأل المتخصصين، بس كده، يلا بينا نبدأ على طول. نبدأ بأول مصدر وهو مصاريف التنقل. بداية معرفتي بس للمعلومة دي خلتني أقدر أرجع 7,000 دولار من الضرائب اللي دفعتها. طبعا ده غير المبلغ العادي اللي المفروض بيرجع من الضرائب كل سنة. وبالمناسبة أنا كنت ممكن أرجع حوالي 9,000 دولار، بس للأسف عرفت المعلومة دي متأخر جدا قبل ما أقدم الإقرار الضريبي بمفيش بكام أسبوع، وللأسف طبعا كنت ضيعت مني فواتير كتير جدا لو كنت احتفظت بيها كنت قدرت أرجعها من الضرائب اللي أنا دفعتها. إيه بقى موضوع مصاريف التنقل ده؟ هنا بيقولك انك ممكن تقدر ترجع كل مصاريف الانتقالات اللي انت صرفتها في خلال السنة، وده في حالة انك نقلت من مكان سكنك لمكان تاني، يا اما عشان رحت شغل جديد او فتحت بيزنس او حتى نقلت عشان تدرس مثلا في كلية فول تايم، بشرط ان السكن الجديد اللي انت هتنقله لازم يكون اقرب 40 كيلومتر لمكان شغلك او دراستك الجديد. طبعا خليني اقولك ان ده الحد الادنى للانتقالات. انت طبعا لو نقلت الحتة ابعد من كده، زي مثلا نقلت من مقاطعة لمقاطعة او مدينة لمدينة، الموضوع مش هيكون فيه اي حسابات معقدة باي شكل من الاشكال. كل اللي عليك اللي انت بس هتقول عنوان بيتك القديم وشغلك القديم وشغلك الجديد وبيتك الجديد. طيب مصاريف بقى الانتقال دي بتكون عبارة عن ايه؟ يعني ايه الفواتير اللي انا لازم احتفظ بيها؟ بص اختصارا للكلام، اي مصاريف هتصرفها في سبيل انك بتنقل النهاردة من البيت ده للبيت التاني علشان شغلك او دراستك الجداد. يعني مثلا خلينا نقول مصاريف الطيران، مصاريف الفندق، المواصلات، الاكل والشرب في خلال عملية التنقل اللي هي ممكن توصل كمان ل 15 يوم على ما اتذكر. ولو انت مثلا هتكسر العقد بتاع الايجار بتاعك عشان تنقل شغلك الجديد، لازم تحتفظ بالفواتير والاثباتات اللي انت كسرت العقد ودفعت غرامة. كل ده بتقدمه في اقرارك الضريبي. خلينا اشارك معاكم تجربتي في موضوع النقل لما جيت انقل من مونتريال لفانكوفر، والنقله تقريبا كلفتني كلها حوالي 9,000 دولار، بس اللي قدرت احصله فعلا من الضرايب هو 7,000 دولار، بسبب زي ما قلت ان انا ما كنتش اعرف ان في حاجه كده اصلا، وبالتالي ما احتفظتش بكل الفواتير. الفواتير اللي كانت معايا وقدرت فعلا اقدمها هي كانت تذاكر الطيران، الفندق، كسر العقد، لان ساعتها كسرت العقد الايجار بتاعي واضطريت ان انا ادفع 3500 دولار تقريبا، مصاريف النقل، شحنت حاجات معايا من مونتريال لفانكوفر، كل المصاريف اللي انا قدرت اتحصل على الفواتير بتاعتها قدمتها، واللي تقريبا كانوا حوالي 7,000 دولار. وهو ده السبب اللي بقول لك حتى لو انت معاك محاسب شاطر جدا، انت كده كده لازم في معلومات عندك تكون عارفها عشان تعرف مسبقا ايه الفواتير اللي انت تحافظ عليها. ده بالإضافة إن في مصادر كتير جدا وحالات كتير جدا المحاسب نفسه مستحيل يسألك عن كل حاجة، ده حصل لك، ده حصل لك، ده حصل لك، ده حصل لك، مستحيل، ده ما بيحصلش. لازم أنت بنفسك تكون عارف المعلومات دي قبل ما تقدم الإقرار الضريبي بتاعك عشان تعرف إيه الفواتير اللي أنت تخليها معاك.
فنصيحتي ليك لو انت عايز تنقل من مكان تروح لمكان تاني او تسافر من مقاطعه لمقاطعه، قبل ما تصرف حتى دولار واحد اسال محاسب وحاول تعرف ايه الفواتير اللي انت تحافظ عليها وايه الحاجات اللي هتكون مؤهله وايه الحاجات اللي هي مش هتكون مؤهله اللي انت ترجعها تاني من الضرائب. المصدر الثاني وهو المصاريف الطبية. خلينا الأول كده ناخد نظرة سريعة عن التأمين. انت هنا في عندك حاجتين، التأمين الحكومي وده مجاني انت ما بتدفعش اي حاجة خالص، وفي عندك التأمين الخاص وده اللي بيغطي الأدوية مثلا اللي هي بوصف دكتور، او الأشعة لو بتعمل أشعة مثلا او تحاليل في أماكن خاصة، وحاجات كتيرة في السكة دي. التأمين الخاص بيغطي نسبة معينة من المصاريف، عادة بتكون 80% وانت بتتحمل 20%، وطبعا ده راجع لنوع التأمين بتاعك. في آخر السنة انت بتجمع كل الفواتير اللي انت صرفتها على أي حاجة طبية وبتقدمها في إقرارك الضريبي، وعلى حسب نوع المصاريف الطبية هيرجع لك في الضرائب. طبعا هنا في مصاريف طبية مؤهلة ان انت تستردها تاني من فلوس الضرائب، وفي مصاريف غير مؤهلة. ايه هي بقى نوع المصاريف دي وازاي يعرف اذا كانت المصاريف دي مؤهلة ان هي ترجع لي في الضرائب او مش مؤهلة؟ طبعا الليستة هنا طويلة جدا، حرفيا صعب جدا ان احنا نقولهم كلهم، بس طبعا هسيب لك لينك في وصف الفيديو تقدر تعرف من خلاله ايه هي المصاريف دي، وهل المصاريف دي مؤهلة ولا لا، وهل اصلا محتاجة انك ترفق معاها وصف الدكتور ولا لا، وهكذا. بس يعني خلينا نقول بشكل عام او الحاجات اللي انا جربتها، يعني مصاريف مثلا زي الادوية اللي هي بوصف دكتور، او مثلا لو لا قدر الله اضطريت ان انت تطلب اسعاف، هنا عربية الاسعاف بتكون بفلوس بس بتحتفظ بالفاتورة وبتقدمها في اخر السنة في اقرارك الضريبي وبيرجع لك القيمة اللي انت دفعتها. حاجة تانية زي مصاريف الأسنان، أو مثلا لو صرفت فلوس على أشعة أو تحاليل في أماكن خاصة. وطبعا زي ما قلنا الليستة طويلة جدا، انت معاك اللينك خش بقى دور في كل الحاجات اللي موجودة جوه. ندخل على المصدر التالت وهو الـ Child Care، وهنا بيقولك انك لو بتشتغل او بتدرس او فاتح بيزنس ولازم انت اللي تديره بنفسك او لازم تكون موجود، وانك مضطر تدفع فلوس عشان حد ياخد باله من طفلك، هنا انت ممكن تكون مؤهل ان الفلوس اللي انت بتدفعها دي ترجع لك تاني من الضرائب اللي انت دفعتها. بشكل عام حاول اللي انت تسأل محاسب عن ايه هي حقوقك وايه هي التزاماتك، وحاول تعلم نفسك بنفسك، لان زي ما قلنا في مصادر كتير وصعب جدا ان انت تلمهم في كام سؤال. ندخل على المصدر الرابع، وده المصدر المحبب الى قلبي، وهو السايد بيزنس. هنا انا مش جاي اقولك ان سايد بيزنس ولازم يبقى عندك سايد بيزنس وده مستقبل وزود دخلك ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا لا لا، احنا بنتكلم من ناحية الضرائب اللي هو الشبح اللي بيطاردنا كلنا، كمية الضرائب اللي بيدفعها الموظف الفول تايم، يعني اكبر ضرائب بتدفع يعني في العالم، الموظف هو اكتر شخص بيدفع ضرائب. فهنا احنا جايين نتكلم عن مميزات ضريبية هايلة تقدر تستفيد بيها لو انت عندك شركة صغيرة، حتى لو انت موظف فول تايم بس يبقى عندك حاجة على الجنب، هتعرف توفر ضرائب كتير جدا وهقولك ازاي. طيب ايه المميزات بقى اللي ممكن تكون عندك لو انت عندك شركة مثلا، او انت عندك سايد بيزنس بجانب الوظيفة الفول تايم بتاعتك؟ علشان الموضوع يبقى بسيط وسهل اللي احنا نفهمه مع بعض، خليني اشرح على نفسي انا في الوضع الحالي بتاعي دلوقتي. انا حاليا موظف فول تايم، وفي نفس الوقت انا ماشي في اجراءات ان يكون عندي سايد بيزنس وانشاء شركة، واللي هو بالمناسبة اليوتيوب جزء بسيط منه. زي ما قلنا انك لما بتقدم اقرارك الضريبي في مصاريف بتكون مؤهلة انك انت تستردها تاني من الضرائب اللي انت دفعتها في خلال السنة، وفي مصاريف مش مؤهلة لده. طيب المصاريف بقى اللي انت مش مؤهلة اللي انت تقدمها في اقرارك الضريبي وتستردها تاني، ايه هي؟ عندك مثلا زي لو انت عندك عربية، تأمين العربية ده طبعا مش مؤهل. لو انت مثلا بتركن العربية في باركنج بتدفع له فلوس، ده طبعا مش مؤهل. لو انت بتسافر، لو انت بتشتغل في البيت، لو انت بتشتغل في البيت كموظف ممكن بتقدم كده حاجة بس بيرجع لك جزء بسيط جدا من الضرائب اللي انت دفعتها، حاجة لا تذكر يعني. مصاريف طبعا اكلك وشربك، مصاريف السفر، ايجار الشقة، ومصاريف كتير جدا في السكة دي بتصرفها وملكش الحق اللي انت ترجعها تاني من الضرائب اللي انت دفعتها، ده في حالة انك انت موظف. اما بقى لو انت عندك شركة، فكل المصاريف اللي احنا اتكلمنا فيها دي تقدر تدخلها ان هي مصاريف بتساعدك ان انت تقوم البيزنس بتاعك. وحتى اجار الشقة انت ممكن مثلا تقول ان انت لو مثلا عندك، لو انت مأجر شقة اوضتين وصالة، فممكن تاخد اوضة وبتقدم في اقرارك الضريبي ان انت واخد اوضة من الشقة عشان عاملها المكتب بتاعك اللي انت بتقوم منه البيزنس، ففي الحالة دي ممكن تقريبا يرجع لك تلت الايجار اللي انت بتدفعه، على سبيل ان دي تعتبر مصاريف في الشغل بتاعك.
انا دلوقتي بعمل فيديوهات مثلا على يوتيوب، اي نعم القناة لسه ما بتكسبش اي حاجة خالص، انا عمال بصرف وخلاص. هنا انا اقدر ادخل كل المعدات اللي انا شاريها، كل التصوير اللي انا ممكن هنزل اصوره في الشارع، مصاريف البنزين لو سافرت مثلا اي مدينة تاني عشان اصور، لو جبت مثلا اي اكل في وسط الطريق وانا مثلا اتغديت اتعشيت، الكلام ده كله، كل ده بيدخل تحت مصاريف عشان تقوم البيزنس. ده الموضوع كده بشكل عام، يعني الموضوع فيه يعني تفاصيل كتير جدا وقوانين كتير جدا محتاجة انها تتعرف، وانا زي ما قلتلكم انا لسه يا دوبك بحط رجلي في الموضوع، بحاول افهم السوق، بحاول افهم الدنيا ماشية ازاي في قصة الضرايب دي تحديدا. لكن عموما بشكل عام انك يكون عندك سايد بيزنس في كندا او ان انت تفتح بيزنس، الموضوع ده حقيقي هيوفر لك كتير جدا جدا من الضرايب اللي انت بتدفعها او اللي انت ممكن تدفعها في المستقبل، سواء ان انت كنت موظف وعندك سايد بيزنس او لو انت اوريدي سيلف امبلويد مثلا وعندك شركتك او مش الشركة بتاعتك بنفسك من البداية. تفاصيل اكتر بقى عن الموضوع ده ان شاء الله هشاركها معاكم قدام، بمميزاتها بعيوبها بمخاطرها بكل حاجة. بس كده، لو انت بتتفرج لحد دلوقتي اشكرك جدا على وقتك، وما تنساش لو الفيديو عجبك لايك سبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.